جمهورنا الكريم متواجدين حاليا في مكان استثنائي، مكان هذا لو تونه شريط الذكريات راح يرجع وياكم للبدايات وبدايات التسعينات، مكان كلنا نحبه من بوظبي الين الفجيره، هذا المكان عزيز على قلوبنا في ذكريات واحلى ذكريات الطفوله، نحن حاليا في قلب الشارقه في المنتزه. اليوم راح يكون استثنائي جدا وهو اخونا من المملكه العربيه السعوديه فيصل اللبان، وفيصل على فكره هو ملك الجسيس. طبعا بتسالوني شو هو الجسيس؟ لما يجي فيصل بنساله شو معنات الجسيس او المجسات. يا 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 أن حبه وشغفه بالسيارات الكلاسيكية والمتاحة في متحف ونادي الشارقة للسيارات القديمة خلاه عند وصوله إلى الشارقة أن يتجول فيها ويستمتع بأجواء الشارقة. لكن مو بغريب أن المنشد السعودي صاحب الصوت الرائع فيصل اللبان أنه ياخذه الوقت. اللي يقول لي المنتزه مثل ما هي وما تغيرت، لا أقول له أنت غلطان، تعال المنتزه وشوف حلتها الجديدة. كل شيء تغير داخل المنتزه، واولهم هذا الطير اللي تشوفونه موجود وراي، اشياء جميله لا تفوتكم اذا انتم مريتوا صوب الشارجه او كنتوا في الشارجه. اتمنى منكم انكم تزورون هالمكان. بس انا الحين لين الحين اتريا فيصل، فيصل لبان ما تواجد لين الحين وتاخر علي، قال لي انه بيتمشى في الشارجه مع حرم المصون، انا بتريا. يا نعمه ما يا نعمه ما طلعوا. اللهم صبرك يا روح. يلا تفضلوا، طاعوا الساعه كامله الحين الاخ ما شرف. فيصل انا ادري انك انت واصل الامارات قبلها بيومين، يا اخي شل زوجتك وروح تسوق، لكن الموعد موعد يا فيصل، الموعد موعد. الطير اللي هناك طار والطير اللي وراي تغير لونه. يلا نعم القدوم ونعم ذاك المطلع. حول ولا قوة إلا بالله. لا كذي وايد فيصل، ما يستوي بعد تغيب الشمس، شو بنصور احنا اليوم؟ لازم اشوف لي حل. يا كاميرا مان خلك شوي خليني اتكلم. الله يخليك، ارتفع شوي، بعد شوي ارتفع، بعد فوق 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 فوق، ارتفع فوق واباك تاخذ لي لفة كاملة على الشارجة، اباك تدور لي فيصل. يا فيصل هيا بينا يا شباب. شكرا. الله الله على الشارقة، والمصور بيطيح كان، والأمور طيبة، وما شاء الله المحلات والخضرة. نجم حلقتنا لهذا اليوم وصاب عبد العسلامة فيصل حبيبي شبار. بخير. تأخرت علي وايد. لا والله ما تأخرت. ما تأخرت؟ أنت السبب. أنت السبب. أنت السبب. هو السبب. هو السبب. حسب علمي فيصل أنك كنت متواجد في الشارجة من يومين. نعم. قل لي بشكل سريع وين كنت وين تواجدت؟ حقيقة صدق من سماها عاصمة الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية. حقيقة جميلة ورائعة. أنا قد جيت الشارقة قبل كذا. أكيد. بس المرة هذه تعمدت إني أتبحر أكثر وأكثر، فوجدت صراحة شيء جميل ورائع. والحديقة هذه كمان تثبت لنا. الحين بشوف عربنا. الحين بشوف وياكم، بس قبل لا نشوف وناخذ الجولة السريعة مع مشاهدينا الكرام، الجسيس يا الله وفيصل اللبان ملك المجسات. حلو. ممكن تعرفنا بشكل سريع عن المجسات والجسيس؟ بسم الله. الجسيس يا حبيبي كلمة تطلق فقط في الحجاز، لأجل ذلك في الشارقة وغير الشارقة لما يسمعوا الجسيس استغربوا. بالضبط. فالجسيس هي مأخوذة من جس النبض. أوه نساني فيصل، الله يسامحك إن شاء الله. بس حق مشاهدينا الكرام لا تنسون ان في نهايه الحلقه عندنا سؤال وعندنا مسابقه، بقول لكم والشاطر يمكن يكتشف الجواب خلال دردشتنا مع فيصل. في
هذا اللقاء سيتكامل اللحن مع المتعة في أجواء جميلة مع قضائنا وقت ممتع في مشروع المنتزه بمدينة الشارقة في مساحة بلغت 126 ألف متر مربع للاستمتاع وياكم وبعد ويضيفنا المميز في كافة أقسامها وألعابها التشويقية. بما أن ظلمت الدنيا وغابت الشمس هذه فرصة جميلة احنا نشاهد إمارة الشارقة وجمال الشارجة بهذه الإضاءة وإضاءة البحيرة والمنتزه والشارجة والبنايات اللي حوالينا. ما شاء الله يعني في مفاجآت ثانية بترني. في مفاجآت. طيب نبي نشوف المفاجآت. مرحبا مرحبا. أستاذ خالد القصير مدير عام المنتزه يا مرحبا. مرحبا فيك. ضيفنا الجميل طبعا فيصل اللباني يبني بس نبذة سريعة ومعلومات عن المنتزه. حياكم الله. هو خلت بدي فيها بس اعذرني فيصل يمكن انا صار لي 20 25 سنة ما جيت هالمكان. شو اللي تغير؟ يعني بالنسبة لي انا غير المكان وفي مفاجآت اخرى. اكيد عندك ضيف. من بداية المنتزه من تاريخ 79 اول ما بدأت كأول حديقة في الامارات ما شاء الله. نحن السنة اللي طافت بدينا بنقلة نوعية في المنتزه وغيرناها يعني ما شاء الله الكثير بس ردينا خلينا الهوية الأصلية العام الماضي بدينا فيها وان شاء الله خلصنا المشروع بهذه السنة وغيرنا يعني تغييرات كثيره بس حافظنا على هويه المنتزه لان تعرف هي مربوطه بذكريات. بس اللي عتب عليكم الله يعطيك طياره عارف. اللي كانت هني وين الصفراء؟ تعيد الطياره هاي مش موجوده. لا تذكر لا عط الايجابيات الايجابيات مروان هو لانه عايش في المنطقه عندك لا مثل ما انتم شايفين فيصل مستعيل ومتشوق للألعاب اللي في المنتزه لكن لازم قبل ما نبدي نبدل ملابسنا لأن كافة الملابس الرياضية متوفرة عندهم. بما أننا بدلنا ولبسنا ملابسنا الرياضية يا فيصل تعال قل لي شخبارك يا سبوح سبيح ولا ها؟ لا لا يجي مني يجي يجي منك تعال شوفني عاد أنا يوم أسوي حركات يا ولد على وراء على وراء واجلب تعال دفئني والله هذا بننقذ تعال عزمك على لا لا أنا اللي عزمك لا لا أنا عزمك لا والله الأكلات والحلويات والمطاعم كلها متوفرة. المنتزه مكان حلو ومثالي للأسر لقضاء وقت ممتع والسياح أيضا بيستانسون فيها خاصة مع مجموعة ألعابها الكهربائية لمختلف الأعمار والتي تتناسب مع الجيل الجديد. إلى جانب ذلك حلبة لسباق السيارات للأطفال والشباب الكارتينج وأماكن لممارسة الرياضة والألعاب المائية وكلها الحين ويا ضيفنا. كده كده يا غوريلا يا جبل غوريلا المنتزه أعطانا مساحة ومكان رائع للجلوس مع منشدنا السعودي فيصل اللبان ونتعرف على أعماله الجديدة ونستمع لصوته يا ليت شعري الله يا ليت شعري كيف حال وأحبتي وبأي أرض خيموا وأقاموا. أجمل ما في الحوار أن تعرفنا على سر جديد له علاقة بالألوان معلومة لا تفوتكم. شوف يا مروان إحنا عندنا ألوان ألوان الطيف 8 نبغيك تختار اللون اللي تحبه أنت بس لا تعلمنا عليه. حلو جاهز؟ جاهز. احنا عندنا ابيض واسود وازرق واحمر وعندنا بنفسجي وردي اصفر اخضر هذه 8 الوان بس اللون اللي انت تحبه موجود في يد اليمين او في يد اليسار بس
في اليسار. يعني يا مروان انت تحب البنفسجي او الوردي او الاصفر او الاخضر؟ صح. صحيح. ابغى تلغي لي واحد من الاربعه، خليهم ثلاثه عشان اعطيك النغم. الغي واحد انت ما تحبه. البنفسجي. بنفسجي. ترى مروان يحب يا اما الاصفر يا اما الاخضر يا اما بالضبط الوردي. نعطيك اول نغم، ثاني نغم، ثالث نغم. قول لي النغمه هذه عجبتني بس. اوكي. يا لا 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 يا ليل يا ليل يا ليل. الثانية. يا ليل يا ليل يا 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 ليل. الثالثة. عجبتك الاولى؟ الاولى اكيد. ايه ولا اعيدها مره ثانيه يمكن نتلخبط معك. بين الاولى ولا خيره؟ طب الاولى يبين معنا ان شاء الله انه ينجح معك في الاستبيان ان شاء الله، يبين انك تحب الاخضر. طبعا. صحيح. الله اكبر. صفقه من الجمهور. صفقه صفقه من الجمهور. موقع المنتزه على كورنيش بحيرة خالد بالشارقة يتيح رؤية لا تتعوض للشارقة في ليلها المضيء. خشمك. طبعا حاليا أنا وأخوكم فيصل ومشاهدين الكرام متواجدين هنا في هذا البرج. برج إيش؟ برج طوفان. طوفان. برج الطوفان. وحوالينا أشهر المعالم الموجودة في إمارة الشارقة. من اليمين يعني أسألك؟ اسألني. يلا نبتدي من وين؟ من وين؟ من وين؟ من هناك. دقيقة. هناك. هذا السوق؟ اسمه السوق المركزي. طيب وش الشيء اللي واقف هذا؟ اللي فوق البارجيل. عشان؟ التهوية. بس الحين لاحي خلاص كل شيء تغير. الحين في التكييف موجود مركزي. واذا تبغى تاخذ هدايا وانت راجع هدايا حلوه وجميله. اقمشة، اشياء تراثيه، اشياء غير تراثيه. عجيب. خواتم، ساعات، كل شيء متواجد في هذا السوق. جمهورنا الكريم، ان شاء الله استمتعتوا ويانا وشفتوا المنتزه اليوم وشفتوا التغييرات اللي حصلت في المنتزه. عموما فيصل، للاسف الشديد وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. ما ودنا الصراحه ومستمتعنا وياك امانه من الضيوف الجميلين والعزيزين على قلبي. حبيبي. اخوي فيصل اللبان. صح تعبتني لكن. لا والله انت تعبتني وطلعت عيني. بس قل لي عن هاي التجربه فيصل بشكل سريع. جميله. انا استمتعت حقيقه بالشارقه وبوجودك. حبيبي. تمام. وما شاء الله الفريق كامل ما قصروا، وكانت الشارقة حقيقة تجربة جميلة جدا. وأنا حقيقة ما توقعت الشارقة بهالجمال وبهالرفاهية وبهالمستوى الرائع والراقي جدا. أنا رحت دول كثير صراحة بس الشارقة جدا عجبتني. حبيبي. وأتمنى لك ولأهل الشارقة جميعا. الله يطول بعمرك. الدار دارك يا أخوي فيصل. عموما وصلنا للختام أعزائي المشاهدين. السؤال. السؤال ذكرني. نعم. فيصل السؤال واللي انتبه فيكم السؤال والجواب كان من ضمن فقراتنا لهذا اليوم. اللي ركز بيعرف متى قامت او المنتزه صار فيها التطوير. التطوير في سنه كم صار التطوير وفي اي شهر وفي اي يوم؟ عموما تواصلوا معنا عن طريق الاس ام اس والشاطر بيعرف الجواب. كلمه عندك يا فيصل. نقول لهم مع السلامه وكل عام وانتم بخير والى اللقاء. الى اللقاء ونشوفكم في حلقه ثانيه مع نجم ثاني ونجم في الشارقه. من فن الإنشاد إلى الرياضة، لاعب المنتخب الإماراتي المدافع بشير سعيد يلاقي الفنان مروان عبد الله صالح. تابعونا مع نجم جديد وجوائز قيمة.